لليوم السادس على التوالي تواصل قوات الاحتلال بحثها عن 3 مستوطنين اختفت اثارهم يوم الخميس الماضي شمال الخليل. الى الان كل المعلومات التي نتداولها هي من الاعلام الاسرائيلي، فلا يوجد اي جهه فلسطينيه تبنت العمليه او تحدثت عنها. في ظل هذه المعركه الاعلاميه والسياسيه وردات الفعل الاسرائيليه العنيفه من عمليات اعتقال شرسه واقتحامات وتدمير واحكام الطوق ايضا امني على مدن في الضفه الغربيه، لمعرفه هذا المشهد من الاعلام الاسرائيلي بشكل اساسي ينضم لنا الاستاذ عصمت منصور، مهتم ومتتبع للشان الاسرائيلي وايضا محرر يعني في الدفعه ما قبل اوسلو. صباح الخير. صباح الخير لك. صباح الخير لكل الاخوه والاخوات المشاهدين. يعني بدايه في هذا الصباح يعني بس قلنا بدنا نرن على تلفون عصمت، يعني كان في دقات قلبنا بتتعالى، يعني بدنا نطمئن، وهذا القلق اللي بعيشه اليوم كل المحررين الاسرى. انا سعيده جدا انك انت موجود وان شاء الله، يعني بتمنى الامانه يا رب دائما لكل الاسرى، ولكن يعني ليله الامس كانت صعبه على كثير من المحررين كمان. بالفعل يعني الأسرى المحررين وعائلاتهم والشعب الفلسطيني بشكل عام يعني يعيش لحظات قلق حقيقية على مصير أبنائهم. هناك حملة مسعورة في إسرائيل، هذه الحملة يغذيها الإعلام، تغذيها المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، الكنيسة يشارك فيها، وهدفها إعادة الشعب الفلسطيني للوراء، إعادة كل مكتسباته. هذه الصفقة تمت برعاية مصرية، وأنا هنا يعني أريد أن أعبر باسمي وباسم الأسرى ونطلق مناشدة للشعب المصري، للقيادة المصرية، للرئيس السيسي. دولة مصر كدولة لها دور قومي كبير في المنطقة، دور إقليمي، دور دولي. نحن نشدها ونشد الرئيس السيسي أن يتدخل وأن يقف عند مسؤولياته، وأن تقف مصر عند مسؤولياتها. هي دولة راعية لهذه الصفقة. الأسرى يعيشون حالة قلق حقيقي، هم أصبحوا رهائن لما قد يعني يتفتق به الذهن الإسرائيلي المريض في هذه الفترة والمجنون حقيقة. عصمت، الآن أنت يعني تتتبع الشأن الإسرائيلي ومهتم أيضا في هذا الشأن، ويمكن دعني أبدأ من نقطة أنت انتهيت بها، الحديث عن مصر. مصر كان في تدخل للسيسي، كان في يعني مطالبات وكان في تدخل، كيف تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية تدخل السيسي إن وجد أيضا هذا التدخل في وسائل الإعلام؟ أبرزت هذا التدخل، تحدثت يعني أن هناك على خط الأزمة، يعني مصر تدخلت بجهود عبر جهاز مخابراتها وعبر دبلوماسيين هنا في الضفة الغربية مباشرة مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل احتواء الموقف. يعني مصر الآن، وهذا ما يتم الحديث عنه، هي الأخرى أيضا لا تعرف من هم الخاطفين وإن كانوا مخطوفين حقا أو لا أو ما هو مصيرهم، ولكن على الأقل أن تكون ردة الفعل الإسرائيلية مضبوطة وأن لا تجعل الأمور تفلت من عقالها وأن تعود الأمور إلى الوراء. إسرائيل ربما يعني إذا ما تركت تتصرف على عاتقها وفي ظل هذه الأجواء المشبعة بالعنصرية والفاشية والتحريض الكبير قد تقدم على خطوات يعني لن يعود شيء كما كان حقيقة، وستندلع مواجهة ربما كبيرة وبالتالي يصعب السيطرة. والآن هو يعني دور مصر هو بالضغط على الجانب الإسرائيلي أن تكون ردود فعله مدروسة وموزونة وأن تراعي الحالة القائمة على الأرض ولا تحرك كل الأوراق. عصمت، منذ البداية يعني قبل 6 أيام من لحظة ما تم الاعتقال، ماذا يقول الإعلام الإسرائيلي عن حالة اختطاف 3 مستوطنين في الخليل؟ الإعلام الإسرائيلي يعني في مثل هكذا حالات وتحديدا حالات الاختطاف يعني يولي أهمية وجدية كبيرة للموضوع ويفتح موجات بث مفتوحة لساعات يعني وربما لطول النهار، سواء الراديو أو التلفزيون أو مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ما يحدث الآن أن هذه الموجات تفتح لساعات ولا يوجد معلومات، يعني لا يوجد أي معلومات يمكن أن يفيد بها سواء قادة العسكريين أو السياسيين أو حتى يعني من الطرف الفلسطيني، لأن أحدا لم يتبنى هذه العملية، فبالتالي لا يوجد معلومات يمكن أن يعبوا فيها وقت البث، وهذا يجعلهم يعني يغرقون في التحليلات وأيضا يفتحون المجال لمختلف الآراء العنصرية كي تدفع بطرح اقتراحات. يعني نحن نسمع على الإعلام من يعني يخرج علينا باقتراحات للمؤسسة العسكرية أو للكنيسة أن تسن تشريعات أو للحكومة ماذا تتصرف، وهذا يغذي عملية شحن للشارع الإسرائيلي ورفع يعني درجة الغليان، وبالتالي هذا يعني يعود تغذية يعني معاكسة على الحكومة وعلى قراراتها وعلى الكنيسة. وبالتالي يعني يلعب الإعلام دور خطير في هذه المرحلة، وبدل أن يجمع معلومات أو أن يبحث أو أن يثير الأسئلة هو يكتفي بطرح ماذا حدث، ولكن لماذا حدث ما حدث
أن يدخل بعمق الأسئلة الحقيقية، لماذا خطف هذا المسلم إذا كانوا خطفوا؟ ماذا يحدث منذ شهرين داخل السجون؟ هناك أسرى يشرفون على الموت مضربون مثلا، وكيف يمكن أثر هذا على الشعب الفلسطيني ويدفعوا بالتالي الخطف؟ ماذا يحدث لأكثر من 3000 أو 5000 أسير فلسطيني داخل السجون؟ هو لا يسأل لماذا، هو يكتفي كيف وماذا حدث، وبالتالي ويعطي مساحة للتطرف، يعني يعطي مساحة واسعة جدا للمتطرفين ولعائلات الأسرى، وخطاب عاطفي حقيقة، يعني هو ابتزاز عاطفي، يعني يخرج عائلات المختطفين لنقول بين قوسين أو المفقودين ويتحدثون للإعلام وتبدأ خرجت العائلات. يعني هناك من شكك في هذا الموضوع، قال انه منذ اللحظه الاولى، يعني على سبيل المثال في وقت اللي تم اختطاف شليط، انه من اللحظات الاولى تم نشر فيديوهات لعائلته. اليوم الناس بتسال هل في تصريحات لعائلات المخطوفين؟ بالامس اجتمعت الثلاث عائلات معا، يعني هو الايام الاربعه الاولى، يعني كل الثلاثه الاولى كانت هناك العائلات المعتكفه في بيوتها، وفتحت يعني هذه البيوت مزارات، يعني كل اعضاء الكنيسة، كل السياسيين، كل الشعب يعني بزيارات هذه الأهالي، والإعلام طبعا ينصب كاميرات ويفتح بث من أمام بيوت هذه، وتخيل يعني كيف ماذا سيكون الحديث في مثل كذا. بالأمس اجتمعت الثلاث عائلات وخرجت ببيان يعني مكتظب، ده يعني وجهت تحياتها لأبنائها، تعاطفها معهم ولشعب إسرائيل كله معهم والحكومة معهم، وتحيت طبعا الجيش والحكومة على خطواتها، وأنها تثق بما يقومون به. بالتالي يعني العائلات هنا، يعني هذا الجانب العاطفي وهذا الخطاب الإنساني بين قوسين، يعني أنا شاهدت أكثر من تقرير في كل يوم في كل محطة، فقط آخر مكالمة، آخر فيديو، آخر ستيتس على الفيسبوك، آخر نشاط له، وكأنه يعني قصصهم أصبحت مادة للتداول وبالتالي للتعاطف معهم، ويبرزون الجانب الإنساني في الموضوع، ويتجهون مثلا أنهم مستوطنون وأن هناك احتلال والأخير، وكل هذه الأسئلة والخلفية التي جعلتهم عرضة لمثل هذا العمل. ماذا عن أعمارهم؟ يعني كان في هناك نقاش طويل حتى يعني على المستوى الرسمي أنهم أعمارهم أقل من 18 عاما. يعني هناك اثنين أعمارهم يعني هذا رسميا يعني في إسرائيل 16 عاما، والثالث حوالي 18 عاما. طيب سؤالي هنا، الإعلام الإسرائيلي ينقل أيضا يعني ما قالت الحكومة باتهام حماس بشكل مباشر. يعني أول خطاب كان لنتنياهو قال فيه حماس خطفت أبنائنا، حماس التي وقع معها الرئيس الفلسطيني اتفاقية المصالحة، على الرغم أنه حتى الآن لم يتم تبني هذه العملية. أيضا يعني استهداف مواطنين من أبناء ومن صفوف حماس، يعني برأيك كمان في هذا التوقيت بالذات، يعني هل في تداعيات ومؤشرات أيضا؟ أكيد، يعني هذا له دلالة كبيرة، وهذا ربما يعني يحل لغز الكثير من الأسئلة لدى تصعيد العادي. يعني إسرائيل منذ أول لحظة، وهذا يعني جديد، قالت أن حماس، وعلى لسان نتنياهو يعني أعلى مستوى سياسي في إسرائيل وأمني، قال أن حماس هي المسؤولة، وأشار بإصبع الاتهام لحماس، وهذا طبعا مهد لهذه الحرب المسعورة على حماس، والتي طالت عناصرها وكوادرها ونوابها ووزرائها السابقين، وأيضا مؤسسات يعني تربطها الصلة أو ما حسب إسرائيل بحماس، سواء لجان زكاة أو مؤسسات خيرية أو إعلامية. اتهام حماس بهذه يعني السرعة يثير كثير من علامات السؤال، ويجيء في وقت حكومة وفاق وطني وتوافق بين فتح وحماس، ويجيء في ظل أن العالم تجاهل كليا كل النداءات الإسرائيلية وخطاب نتنياهو ومطالبته بأن لا يعترفوا بهذه الحكومة وأن يعتبروها حكومة إرهاب، وبالتالي جاء هذا الحادث الذي يثير كثير من علامات السؤال، ولكنه حادث ووقع. يعني لا ننكر أن هناك يعني لا نقول مع من يكون هذه مسرحية، هذه ليست مسرحية، لنكون واقعيين، يعني لا يمكن إخراج مسرحية بهذه الطريقة، ولكن هذا الحدث وقع، وإسرائيل استغلته لإعادة ترتيب الأمور سياسيا وأمنيا، وخلق واقع جديد، ومحاصرة حكومة الوفاق الوطني، إخراج حماس من عملية المصالحة، وأيضا الانقضاض عليها، انقضاض يعني الآن يعني نتنياهو يتحدث، وطبعا رؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس الجيش بالأمس، أن يعني هذه العملية لن تنتهي بعودة المخطوفين. يعني حتى لو بينوا اليوم، أو لو بين أنهم مخطوفين من حماس أو غير، لن تتوقف هذه الحملة ضد حماس، هذه لها أهداف وأبعاد استراتيجية تتعلق بإعادة صياغة الواقع والاستفادة من الأزمة التي تعيش بها حماس في ظل ما حدث مع الإخوان في مصر وما بعد اتفاق المصالحة وتنازلها عن حكم غزة. وبالتالي يعني ما يضعه الإسرائيليين الآن في أجندتهم هو عملية إعادة صياغة للواقع الفلسطيني، وإخراج حماس من الدائرة، وإضعافها قدر الإمكان إن لم يكن استثاثها
ممكن في اضعافها على هل يبث في وسائل الاعلام الاسرائيليه مصير المعتقلين الان، يعني سواء من تحويلهم الى محاكم اداريه؟ سمعنا ايضا من يقول انه في هناك تصريحات بابعادهم ايضا الى قطاع غزه. الكابينيت الاسرائيلي المجلس الامني والسياسي المصغر ناقش قبل يومين هذه المساله، ويعني حسب بعض المصادر الاخباريه والاعلاميه ان النقاش فقط على قضيه المعتقلين او اعاده اعتقال الاسرى المحررين استغرق ساعتين. يعني تخيلي ساعتين نقاش كل الاجهزه الامنيه وطاقم الوزاره المصغر فقط قضيه الاسرى وكيف يتعاملوا مع الاسرى والابعاد. هناك الاسرى المضربين على الطعام كان عنوان، وكيف نتصرف معهم، ووضعوا ايضا كاحتماليه ابعادهم، وايضا من يعاد اعتقالهم ممن حرروا في صفقه شليت او غيرها، وهم يعني يحددون الان صفقه شليت، ولكن لا احد يضمن ان يقتصر هذا الامر على محرري صفقه شليت. عندما تطرق الاعلام الاسرائيلي للاسرى يتطرق من باب التحريض على الأسرى وشروط حياتهم. أنا قرأت في معريف مثلا مقالة مطولة عن أن الأسرى يعني يعيشون في ظروف 5 نجوم، وبالتالي هذه فرصة لإعادتهم إلى الوراء وسحب إنجازات منهم، وهذه دعوة صريحة على المستوى السياسي ويأخذها بجدية. ومن ضمن قرارات الكابينيت أيضا سحب التلفزيون مثلا والفصل بين أسرى فتح وحماس. إذن يعني يتطرق الإعلام الإسرائيلي للأسرى من زاوية كيف يمكن أن نستغل هذه اللحظة الأمنية من والتي يعني يشعرون أنه مباح لهم كل شيء فيها، وأن العالم عليه أن يتفهمهم وأن لا يبدي أي رد فعل. كيف يمكن أن نستغلها من أجل إعادة الأسرى إلى الوراء؟ وفعلا هذه العملية بدأت. وأنا المفارقات الغريبة أن مديرية مصلحة السجون خرجت اليوم يعني على جريدة هارتس بتصريح أنها تعارض أي مس بحقوق الأسرى، لأنهم أصلا يعيشون ظروف الحد الأدنى، وأن هذا المس سيشعل السجون وبالتالي سينعكس على الخارج، وهم يعني سيحتاجون إلى آلاف من طواقم الشرطة لمعالجة مثل هكذا وضع، وبالتالي ينصحون بأن لا يعني يبدأون الآن بهذه الخطوات وأن تبدأ على بشكل تدريجي. وبالتالي هذا السياق الذي يتطرق فيه الإعلام الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين، إضراب الأسرى على مدار 54 يوم ما قبل الخطف لم يكن هناك أي إشارة له سوى إشارات قليلة جدا وتغطية يعني من بعض الصحف مثل هآرتس كونها نوعا ما تحاول أن تكون معتدلة في تغطيتها لهذا الموضوع. طب يعني في ظل هذه الأثناء يعني والحرب العالمية الإعلامية اللي بيقودها كمان وسائل إعلام إسرائيلية في تغطية موضوع الثلاث مستوطنين، يعني أين يأتي قضية الأسرى الفلسطينيين 55 يوم في ظل تغطية يعني عمليا اقتحام وسائل الإعلام الإسرائيلية للفضاء الدولي أيضا وسائل إعلام دولية، أين تأتي التغطية في المقابل لموضوع الأسرى؟ وهل في هذا فعلا يعني من خلال تحليلك أيضا وجودك أيضا في يعني زاوية قراءة الأخبار الإسرائيلية وأيضا كونك يعني تعرف الوضع أيضا بما يخص الأسرى، قديش كمان هذا رح يغطي على موضوع الأسرى، يخفف كمان من قوة الموضوع وانتشاره عربيا ودوليا؟ يعني الأسرى عندما يخوضون إضراب بهذا الحجم وتحت هذا الشعار الكبير إنهاء الملف الإداري وهو له بعده السياسي أيضا، هم يعرفون أن هذه المعركة ليست سهلة وتحتاج إلى تضافر يعني الجهد الشعبي والرسمي والسياسي، وأيضا أن ينتبه العالم إلى هذه المعركة. الآن ما بعد ما حدث من يوم الخميس الماضي تغيرت كل المعادلة. أنا أعتقد الآن من تجربتي ومعرفتي بالأسرى، أنا خضت الكثير من الإضرابات، ضرب 2012 آخرها يعني واستمر 28 يوم وكنت من جزء من قيادة الإضراب في هذه المرحلة ومن آلية اتخاذ القرار. أنا أعتقد الآن وأنا قلت هذا منذ يومين أن الأسرى الآن بصدد إعادة النظر في إضرابهم، وهم يعني ربما يعلقون هذا الإضراب، ربما نحن لا نقول لهم ماذا يفعلون أو كيف يتصرفون، لكن ما يحدث الآن أكبر مما يعني كان يمكن أن يعني بعد يوم الخميس حدث شيء حقيقة، وهذا شيء لا يمكن تجاهله، وهذا انعكس على كل مخططاتهم وعلى كل جدول أعمالهم وبالتالي وأولوياتهم أيضا. ربما الآن الأسرى بصدد إعادة النظر في إضرابهم، ربما يترقبون بضعة أيام حتى تتضح الصورة أكثر، ربما يخرج حدث من هنا أو هناك يغير الصورة ويعيد الأمور إلى ما كانت عليه سابقا، ولكن إذا ما استمر الوضع وطال بهذه الحالة فأنا واثق أنهم سيعيدون النظر في إضرابهم، لو من باب تعليقه إلى أن تتضح الأمور أكثر وبالتالي إعادة استئنافه أو تهيئة الظروف لإعادة استئنافه من جديد. هذا مؤسف جدا يعني أن يستمر إضراب أكثر من يعني ما يقارب الشهرين وسيبدأ بشهر الثالث وأن ينتهي بهذه النتيجة، ولكن هذه طبيعة الأمور. الآن يأتي حدث أكبر ويغطي على الحدث الأصغر رغم أهميته طبعا ورغم ثقله بالنسبة لنا معنويا وسياسيا وأخلاقيا كفلسطينيين وعدالة مطلبهم. هم أسرى إداريون يعني يعيشون في السجون لسنوات دون محاكمة،